حبة البركة اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون سبع حبات يطلع لك حبة حبتين، لا، اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها بالإبهام والسبابة والوسطى كذا بالثلاث الأصابع، تأخذ بقدر ما تشاء، واحد اثنين ثلاثة مية ما تدري. طيب حتى أستفيد منها آخذها يا أبو عبد الله لهم كذا وارطها على الرحل الأخير، ها وقف للفم كامل الحين، بس هذا من باب التطبيق يعني، تقفل فمك وتطحنها، تطحنها بضروسك اللي العقل. طيب إذا ما عنده ضروس والله يمكن، أنا ما عندي ضروس والله. بعدين تبلع طحن كامل ولا أفتح الفم عند الأكل وبلع طحن كامل ثم بلعها بعدها، تستفيد من حبة البركة والزيت سبحان الله العظيم، لكن لو فتحت فمك ودخل الهواء ما راح تستفيد منها. المقطع الثاني اللي اشتهر يا أبو عبد الله وانتشر عند الناس حبة البركة، الكثير يشتكي من مشاكل الصدر، الجيوب الأنفية دائما مزمنة عنده، إعطاس، حساسية، تغير جو، أي شيء، حتى الاكتئاب، حتى الحشرات اللي في البيت. ناصح بعد الله سبحانه وتعالى باستعمال حبة البركة، كيف الطريقة؟ ركزوا يا أخوان في الطريقة هذه، لأني أنا جربتها وضبطت معي. دقيقة أبو عبد الله، ضبطت مع الدكتور، ضبطت معك دكتور؟ ما شاء الله والله، طيب الله مجلسكم يعني، جزاك الله خير أبو محمد. أنا كان عندي مشكلة في الجيوب الأنفية يوم أمس والله، يعني استنشقت حبة البركة أول مرة تصير معي يعني، ما شاء الله الحمد لله. تقول لما صحيت الصباح دكتور صار معك؟ صحيت الصباح يعني حسيت إنه كل في جيوب الأنفية بينزل يعني، حفظكم الله يعني، والحمد لله الحين المسائل مفتوحة على البحر الحمد لله. الحمد لله. مشكلة المزرية البحري يعني خلاص. أنا جربتها والله. الشيء الثاني يا جماعة طريقتها كالتالي. جيب جمر ومبخر. نعم. تحطه طال عمرك على المبخر. تحطه طال عمرك على المبخر زي العود. حلو. ثم جي أبو عبد الله وش أسوي؟ أستنشقه. استنشاق تام. انت عجبتك الشغله يا دكتور ها؟ تطلع من النخاشيش. النخاشيش تطيب تطيب عبد الله. وممتازه كذلك للبيت يا جماعه، طرد الحشرات وطرد الاكتئاب وطرد، والله يا جماعه تشوفون لها يعني فاعليه قويه، جربوها ببيوتكم وتشوف، حتى الاطفال جربوها اللي عنده جيوب انفيه رقم اثنين حساسيه. بعض الناس يقول كم استعملها؟ اقول من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، كثر خيرك ورحم الله والديك.